السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، صحيحتكم لاباس. اليوم نهار جديد وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كيك بتفاح. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا 4 ديال البيضات، كاس الزيت، كاس السنيده ما عامرش بزاف، جوج خميره ديال الحلوه، خميره فاني، وزائد زهرات برتقال ايديال حتى هي. غادي نحتاجوها في سيرو ديال التفاح وطحين حسب الخليط. دابا غادي ناخذ واحد اناء وغنخلطوا فيه المقادير ديالنا. غادي ناخذ 4 البيضات، غنضيفوا كاس ديال الزيت، وغنزيدوا كاس السنيده، واحد رشيشه ديال الملح، غنديروا فاني، ساشي ديال فاني، وغنبداو على بركة الله. خلطنا الزيت والبيض وفاني، غادي نضيفو الطحين، درت 7 ديال الطحين، 7 معلقة ديال الطحين عامرين، وغادي نزيدو خميرة الحلوة، وغنخلطو. بعد ما خلطنا المقادير كنحصلوا على العجين بحال هكا، الكيك ديالنا ما خفيفه ما عقده، يعني درت 7 ديال المعالق ديال الطحين عامرين بزاف. غناخذوا لو مول فاش غنديروا لو كيك، مدهون بالزبده والطحين، ها هو لو مول، من بعد البنات خويت الخليط في الاناء. من بعد ما سلقت التفاح خليت الماء ديالو باش ندير به السيرو، وغادي نضيف عليه زهره البرتقال. دابا غادي ناخذ التفاح وغادي نزوقو بالكيك. نستمروا، البنات دابا زينت الكيك ديالي بالتفاح، وغادي ناخذ الماء اللي سلقت به التفاح، غادي نشعل عليه البوطه، وغادي نضيف معاه زهرات برتقال، كتجي البنات لذيذه وزوينه. ومن بعد غادي نخشي الكيك في الفران بالنسبه لدرجه الحراره 180 درجه. ملي نخرجوا الكيك سخون غادي نسقيه بالسيرو ديال التفاح. ها هو البنات الكيك بدا كيطلع، هادشي كي كتجي منفوخة وزوينة.
من بعد كيك من خرجنا من الفرن البنات، ها هي انا تحمرت لي واحد شويه، كتجي بنينه وزوينه وهشيشه. انا بالنسبه للسيرو غادي نسقيها دابا، ما حدا باقا سخونه، غادي نسقيها بالسيرو باش تجي رطبه من الداخل. كتجي زوينه بعد كنك هذه البرتقال. هنا البنات غنقطع لكم واحد الطرف، تشوفوا كي غتجي الكيك هي باقا سخونه. هي باقا سخونه، كتجي البنات زوينه ورطبه. كتجي رطبه وهشيشه البنات. نتمنى تعجبكم لا فيديو وتجربوا هذا الكيك هذا بالتفاح، وما تنساوش باللايك. بسلامه.